سلام حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم الثومه اللي غنحتفظ بها واحد المده اللي طويله، اللي كتحتفظوا بها في الثلاجه ماشي في الفريغو، في الثلاجه من تحت. نمشيو على بركه الله باش تشوفوا اشنو غادي ندير. هنا كما شفتوا عندي الثومه، الثومه كتبقى على حساب داكشي اللي عندكم وعلى حساب داكشي اللي بغيتو ديرو. عندي الملحه وعندي الزيت البلديه ونمشيو على بركه الله. هنا كما شفتوا عندي واحد القرعه، قرعه ديال الزاج، كتاخذوا هاد الثومه كما شفتوا، وكتاخذوا الملحه وكتاخذوا الزيت البلديه. الزيت البلديه مزيانه تكون في هاد الثومه، هاد الزيت حتى هي مازال غادي تستغلوها حتى هي كتولي منسمه بريحه الثومه، يعني كتحتاجوها بزاف د الحوايج، ديروها في الطياب بحال سباكيتي بحال شحال من حاجه. صافي، ها نتوما كيما شفتوا الشكل ديالها، من بعد ما عمرتها سديتها غادي نديرها في الثلاجه، نحتفظ بها في الثلاجه كي قلت لكم، الثلاجه لتحت ماشي في الفريغو. وقت اللي بغيتها غنبقى نهز منها. وطبعا داك الزيت كيقول لكم راه تستغلوا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الصلصات.